مشهد موجع، أقارب وأصدقاء منتظرون في عيونهم أمل محدود بأن تشفق هذه الصخور الكبيرة على أجساد أعزائهم وتعطيهم فرصة للحياة مرة أخرى. كان هذا هو المشهد عند قطارة الإمام علي، أحد المزارات الدينية في العراق التي انهارت فوق رؤوس زوارها. ولحد الآن طلعوا 7 شهداء بين نسوان وبين زلم، واثنين أطفال نقضوهم لحقوا عليهم، وهسه بعد يبحثون على بنية عمرها 13-14 سنة. فجت الدفاع المدني وانقاذ الدفاع المدني وانقاذ جتي من بغداد ومن الحلة. اي هذا اللي صار بعد الصخور كانت تراك والجثث جوا، والباحثين يستمرون باخراج الصخور. 7 قتلى و6 مصابين هم حصيلة نهائية للحادث الذي استغرقت قوات الدفاع المدني أكثر من 72 ساعة في رفع أنقاضه. العميد طاهر محسن مدير إدارة الدفاع المدني في كربلاء. سيدة الفاضلة، باشرنا أولا بعملية البحث عن أشخاص لا يزالون على قيد الحياة عن طريق أجهزتنا وكاميراتنا الحرارية. عرفنا أنه أكو شخصين، باشرنا معهم بعمليات البحث اليدوي والحفر اليدوي عن طريق استخدام الأيدي والمعاول وأجهزة كهربائية بسيطة حفاظا على أرواحهم. الحادث أثار جدلا حول المزارات الدينية وصيانتها، والجدل الأكبر جاء بعد إعلان الأوقاف الشيعية أن مزار قطارة الإمام علي غير تابع لها، ما فتح باب التساؤلات في الرأي العام حول المزارات الدينية غير الموثقة في جهات رسمية، وعن من يتاجرون ببيع الوهم للناس باسم الصالحين. مهسراد مونتي كارلو، الدولية، العراق.